فساتين ولوكس جديدة وملفتة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43. جالكم بأكتر لوكس تريندنج على سوشيال ميديا من مهرجان القاهرة السينمائي. صاحبة أغلى وأحلى لوك معانا الحلقة دي هي يسرى بفستان طويل متطرز من فوق من تصميم العالمي رامي أودي، وسعره $16,000 يعني تقريباً 250,000 جنيه. يسرى نسقت عليه خاتم وحلق من الألماز وكلوتش معمولة ليها مخصوص مكتوب عليها اسمها بسعر 7000 جنيه من البراند اللبناني سيرز باج. كلنا شفنا فيديو فوفا في المهرجان اللي اكتسح السوشيال ميديا بفستان اسود منفوش من تصميم السعودي فؤاد سركيس نسقته على جاكيت فارو بينك. اما بقى عروسة مهرجان القاهرة هنا شيحة فاجأتنا المرة دي بفستان ابيض منفوش خارج عن المألوف من تصميم مصري وسعره 30,000 جنيه. اللوك ده كان شوية غريب ويليق بفوتوشوت اكتر من الريد كاربت. منى زكي تألقت بفستان اخضر طويل من تصميم مصممة مصرية، اللون الاخضر والميك اب الهادي كانوا لايقين عليها وكان من اشيك اللوكس في المهرجان. الفستان ده سعره 45,000 جنيه. دينا الشربيني كل سنة بيكون في انتقادات كتير حوالين اللوكس بتاعتها، بس المرة دي اختيارها كان مناسب جدا بفستان مفتوح بينك اسود من ألكسندر فوتيه بحوالي 100,000 جنيه. دينا ما اكتفتش بحلاوة الفستان وعملت ليرينج للسلاسل خلى اللوك احلى واحلى. ومن على الريد كاربت ظهرت سلمى ابو ضيف بنفس فستان النجمة والسوبر موديل العالمية زندايا اللي كانت مختاراه لحفلة اوسكارز نفس السنة 2021. الفستان من تصميم البراند العالمي فالنتينو، اختارت عليه ميك اب هادي بنفس اللون الفوشيا مع سلاسل وشعر ويفي، وده بالمناسبة نفس اللي عملته زندايا في اللوك بتاعها. وبرده بالفوشيا ابهرتنا دانيا البناوي مراد كريم فهمي باحسن اوتفيت في حفل الافتتاح اللي صممته لها مصممة مصرية بتبدا اسعار فساتينها من 30,000 جنيه. لبست عليه هيلز وهات بيس فضي كملوا الاوتفيت. طارع عماد تألقت بجام سوت اسود من اللبناني نيكولا جبران بسعر $10,000 يعني حوالي 150,000 جنيه. اللوك ده كان بولد وجريء بتسريحة الشعر المختلفة والميك اب مع السلسلة الألماز الطويلة اللي كانت بالمناسبة مناسبة جدا للفينك. الممثلة أسماء جلال اختارت فستان اوف شولدر باللون الاوف وايت من تصميم جورج حبيقة نسقت عليه حلق طويل، سعر فستان $4,600 يعني حوالي 70,000 جنيه. بالرغم من جمال الفستان ده وبساطته إلا إن لون الكلوتش البينك شوية ما كانش لايق على الفستان. أنا شيرين أشرف، استنوني في حلقة جديدة هنسبوت فيها كل الأوتفيتس واللوكس الجديدة للمشاهير في سبوتد.